السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. راح نتكلم على تاريخ تطبيق الزيادات في معاشات المتقاعدين، وكذلك نتكلم على الأثر الرجعي تاع الزيادات هذوما، لأنه راهي فيها سنة 2021 وكاينة سنة 2022. نبدأ بتاريخ تطبيق الزيادات في المعاشات تاع أجور المتقاعدين. هي الأولى، الزيادات راح تكون خلال شهر ماي من سنة 2022، راح تصيبوا الزيادات تاع المعاشات تاع المتقاعدين، وتكون على حساب صب المخلفات تاع المتقاعدين من 15 إلى غاية 26 من ماي على حساب السي سي بي تاع المتقاعد. هذا النظام راهم يخدموا به من العام اللي فات. بالنسبة للأثر الرجعي تاع المخلفات، كما تعرفوا كانوا تكلموا على الزيادات في المعاشات تاع المتقاعدين سنة 2022، وسنا راح يابليكيوها ابتداء من ماي من سنة 2021. نفرضوا مثلا واحد يخلص 1,500,000، معناتها راح يتحصل على زيادة 10% مقدرة ب 150,000 ابتداء من ماي من 1 ماي من سنة 2021، معناتها من ماي تاع سنة 2021 إلى غاية ماي تاع سنة 2022 تقريبا راهي عنده حوالي 13 شهر. لما يروح يجبد دراهم راح يصيب زيادة تاع 13 في 150,000 اللي هي 1,950,000، وذلك حسب التصريح تاع اللي راهو يسير في الصندوق الوطني للتقاعد عبد اللي. والان نخليكم مع التصريحات تاعو. سيد جعفر عبد اللي، حتى تتضح الصوره بالنسبه الى المشاهد، نتحدث اذا عن زيادتين، زياده خاصه ب 2021 وزياده خاصه ب 2022. لك ان توضح الزياده الخاصه ب 2021 والزياده الخاصه ب 2022، ومتى سيتم صبها في بالنسبه للمتقاعدين؟ اذا هي في السنه الماضيه كانوا المتقاعدين ما تقاضاوش الزياده اللي هي مكرسه بالقانون، يعني المدى 43 من قانون 83/12، وبالتالي الدوله سهرت على انها وحرصت على انها تستدرك تدارك هذا الامر بحيث انه حق من حقوق المتقاعد، وبالتالي قدم لهم الرئيس رئيس الجمهوريه نصف النسبه اللي اعطاها لهم اللي يتقبلها اللي يعطاها لهم بالنسبه للعنوان 2022 اللي هي من 2 الى 10%، نفس النسبه تطبق بالنسبه للعنوان يعني السنه 2021. بالنسبه لسنه 2021 راح يكون فيها اثر رجعي، وبالتالي في ماي باذن الله راح نديروا صب المعاشات وهي مثمنه بالنسبه الجديده يعني تاع 2022، وكذلك راح يتقاضوا كل المتقاعدين الزياده اللي تخص سنه 2021 باثر رجعي ابتداء من اول ماي 2021. جيد، اذا في الفاتح من ماي سيتم صب يعني المعاشات بزيادتين، زياده 2021 باثر رجعي وزيادتها الجديده. هذا هو، وزيادات راح تكون من يعني التاريخ ومش اول ماي، هي صح تخص شهر ماي، لكن كاين تواريخ اللي نعتمدوا عليهم حنايا باش نصبوا المعاشات، وهي من 15 ماي الى 26 ماي، وكل واحد لو عنده يعرف التاريخ بالضبط اللي يروح هو يسحب المعاش نتاعو على حسب رقم تنظيم هذه التنظيم في السنوات الاخيره على حسب رقم الحساب الجاري. نعم.